السلام عليكم. باش نحكيو على مقابلة النادي الإفريقي والنجم الساحلي المحتحت والمريش، باش يتقابلوا بعضهم. شكون باش ينتصر باش يوري اللي هو معناها مازال قادر باش ينافس على المرتبة الثانية؟ البطولة حسمت للترجي باللي نحبوا احنا، باللي يحبوا جماهير كرة القدم التونسية. فصعد بين البطولة حاجة تساوى بالميزانيات، بالأجواء، بالشكاء والبكاء. نراو اللي فريق الترجي هرب بالناس الكل، لذلك باش نشوفوا احنا وفريق النجم الساحلي. يا ترى النادي الافريقي قادر باش يفوز على فريق النجم الساحلي في سوسة بالذات؟ انا نقول لكم حاليا كلمه حق ماناش قادرين. هذا فريق بالرغم من النجم الساحلي يوصل ينتصر على فريق بوشمه في الدقيقه 121، بالرغم من هذا كل انا واحد من الناس ما عنديش حتى ثقه اللي الملاعبيه هذم قادرين باش يفوزوا في المقابله ضد النجم الساحلي. اللهم صارت معجزه، هذه حاجه اولا. الحاجه الثانيه اللي تتمناه في فريق الترجي الرياضي تلقاه، اللي تتمناه في النادي الافريقي مستحيل باش تلقاه. يعملوا لك في العكس والوكس. انا واحد من الناس ندخل نحلل في جميع الفرق كلهم، الناس كلهم يشدوا بيا وناس كلهم يقولوا لي مريق للامور، برافو يعطيك الصحه. وقت اللي نبدا انا نحلل في مقابله تاع النادي الافريقي اللي نتمناه كل ما نلقاهوش مطبق على الميدان، لذلك الجمهور الكل يبدا ديسي. علاش النادي الافريقي باش يمشي باش يواجه النجم الساحلي؟ هو بعد شوي باش تشوفوها المقابله اللي باش نواجه النجم الساحلي ب معناها مدافعين ما عندناش مدافعين. رامي البدوي العمراني معاه علاء الغريسي ومعاه لارير جوش نتاعنا عزيز الغريسي ولارير جوش اللي هو صالح العياري، معاهم حمزه العقربي. هذم فقط المدافعين نتاع النادي الافريقي. عندنا الشريفي مصاب، الاسكندر العبيدي مصاب، داخل الحمروني مصاب، الطاوس مصاب، كلهم مصابين. يعني حارس المرمى اللي هو معز حسن تشوت عليه في الجدار يتمركى. احنا في النادي الافريقي سنين وسنين، بينما كي تشوف الترجي مميش حارس شابي كور، معناها وين باش نوصل؟ وين باش نوصل؟ وقت اللي تتمنى من المنظر الكبير تقول له لاعب لي الملاعب هذا والملاعب هذا بيلعب لك الملاعب هذا. احنا تويكا قلنا لكم يا خويا نصحنا فريق الترجي وسمعوا النصيحه. وقت اللي احنا مش ننصحوا النادي الافريقي ما يحبوش يسمعوا النصيحه، لا حول ولا قوه الا بالله. عندك حارس المرمى تنجم اذا كان الحارس هذايا نتاعك معز حسن عمناور كوره ضد النجم الساحلي يشدها ويدخلها، يشدها هكا ويدخلها للمرمى. كيفاش هذايا تحب لي انسان نعمل عليه ونقول هذايا باش يربح النادي الافريقي؟ ما نعملش عليه. لذلك الفرحات يشد والا يشد، تشوف لنا حارس حتى الحارس الشاب وسيم المغزاوي ولا احمد العبيدي ما فيها باس باش تلعبوهم، ولكن هم ماهوش موجودين في القائمه. ثم اليفرمي وثم الفرحاتي ومعاهم معز حسن. يا خويا هبط الفرحاتي بدل عدى لك مقابله ممتازه المقابله اللي فاتت في مقابله الكاس وصدر لك ضرب جزاء مورال وطالع، هذا فرصه باش تلعبوا المقابله هذه. لا ندروا تلعب لنا عزيز الغريسي وراهو انت ماكش فافوري وماكش تنتصر بسهوله على النجم الساحلي. تلعب لنا الغريسي لعلنا يقدم مقابله باهيه، تلعب لنا صالح العياري ريرجوش قلب الدفاع، تلعب العمراني وتلعب معاه البدوي اللي انا بشوف كيفاش من مفارقات القدر الملاعبيه هذا بالزوز نددنا بهم الناس الكل وقلنا راهم ما عندهمش مكان باش يكوروا في النادي الافريقي ضد النجم الساحلي على خاطر فريقهم السابق الدور ليامات مصابين عندهم توا 4 شهور. وقت اللي باش يرجعوا يلعبوا باش يلعبوا كونتر فريقهم السابق النجم الساحلي. هذه من مفارقات التنظيم الاداري في النادي الافريقي والامور الهمجيه اللي قاعده تصير، التسيير الهمجي في الاخر. شوف ربك سبحانه دور ليامات وتتعدى ليامات وفي الاخر نلقاو الملاعبيه هذه مزوز باش يلعبوا ضد النجم الساحلي ضد فريقهم السابق. مهزله فضيحه، شيء يحشم، امور تسييريه خارج على الموضوع. هذا اللي صاير بالنسبه لوسط الميدان. وسط الميدان يلعب بيكورو معاه احمد خليل ومعاه غايث الصغير. غايث الصغير هو نوارة النادي الافريقي، الثلاثة الملاعبية هذوما وتكي وسام يحيى وتكي غيره. ولو انه انا كنت نحب يحيى المتيري يبدا باش يندمج في النادي الافريقي باش يوليو يعملوا عليه، ولكن انا متاكد الناس ما تسمعش الكلام. بالنسبة للمهاجمين الطيب المزياني بطبيعة الحال معاه كينغسلي ايدو ومعاهم بسام صرارفي، واضحين بسام صرارفي يرجع من الإصابة وإن شاء الله يكون. بالنسبة لرشيد العرفاوي وحمدي العبيدي احتياطيين معاهم آدم قرب ومعاهم سنانة،
هذا ما ينجموا على الاقل يضيفوا كياها بتوع احتياطيين، ينجموا يعملوا كاين اللي باش يسجل فيهم ولا باش يندمج، ان شاء الله يعملوا حاجه باهي. املنا في الله كون نجيبوا الانتصار، وبعدها خاطر اذا كان الناس باش نجيبوا الانتصار ولا مش اذا كان باش نهزموا لا قدر الله، راهو منذ الكبايه لازم يقدم الاستقاله نتاعو، وكما قدمش الاستقاله نتاعو لازم يخرج يوسف العلمي. راهو يوسف العلمي نحب نسلك كان كي ترى حمد المدن يصرف على فريق الترجي بدون بهواده معناها، وما يحسبش وما عنده حتى مشكل، وقالها قال احنا ما نخليوش الترجي مسالم، احنا نشدوا الترجي اللي قبلنا ما خلوهاش مسالة، حتى احنا ما خليوش مسالة، بينما احنا يفز لك يوسف العلمي يقول لك راهي النادي الافريقي مسالة وعندنا ديون وكل شيء. لذلك ان شاء الله الانتصار يصير في المقابلة ضد فريق النجم الساحلي، باش النادي الافريقي ما ثماش ما نرجعوا لسكة الانتصارات ويرجعوا البسمة لجماهير النادي الافريقي اللي نعرفوا جماهير النادي الافريقي مقهورين، نعرف الشيء هذايا مقهورين. علاش؟ على خاطر راهو في فريق الجار فريق الترجي الى العالمية كل وديما في ثم استقرار، بينما يراو في الوحم هم كل عام وهم يجيهم رئيس جمعية يقول لهم باش نعملوا لطخة. يا خويا نداء إلى السلطات المعنية في تونس، يا خويا إذا كان باش يفزلنا يوسف العلمي المرة هذه باش يقول ثم لطخة، يا خويا إيش باش نقول لكم؟ برا سيبوها النادي الإفريقي، أنتم تحبوا تحلوها، أنتم برنامجكم تحبوا تحلوا النادي الإفريقي، سيبوا النادي الإفريقي كانت حلت هكا في دين الدولة، كان ما تحلتش يا خويا أمور، على خاطر الجمهور راهو كل ومل، وجمهور النادي الإفريقي تعبتوه يتعبكم ربي. راهو عيب، وان شاء الله ان شاء الله الامنيه ان شاء الله يصير انتصار على النجم الساحلي. راهو انتصار مش معناها كذب التوقعات اللعبيه، ما يتسموش كذب التوقعات. عندك لا عندك استمراريه في النتائج، لا عندك بطولات قاعده تهز فيها، لا عندك كؤوس قاعده تهز فيها، معناها ما عندك شيء. النادي الافريقي راهو للتذكير، راهو عمرنا ما تحصلنا على تيتروات الاعوام الاخرى بسهوله، راهو ماناش قاعدين نتحصل. قداش من عام ما تحصلش كلوب على تيتر؟ من عام 2006 بحت ما ثم شيء، من عام 2018 اخر كاس ضد النجم الساحلي، توا 2024 يا رسول الله، من عام 2018 ل 2024 ولا كاس ولا بطوله. راكم عملتوا لي رقم مهزله مهزله يا مسؤولين النادي الافريقي. يوسف العلمي نطلب منك بكل لطف الاستقاله وسيب النادي الافريقي. فريد عباس كان دنيا دنيا، راك كيما حمد المدن، راك تصرف وراك تدفع فلوس عفوا، حتى واحد ولا يحلل تصيبوا البحة من كثرة خطر، ما ثمش مؤشرات تخلي المحلل فرحان. لاحظتوش اللي معظم اليوتيوبر تلقاهم يحكيوا على الترجي، يحكيوا على فرق أخرى، على خاطر يعرفوا اللي راهو الامور بتاع النادي الافريقي راهو ديما نفس المعبوكه وديما نفس المشاكل، تسيب مشكله تلقى مشكله في النادي الافريقي. على كل حال ان شاء الله يفرحوا جماهير النادي الافريقي وينتصروا في سوسة، مش معناها راكم عملتوا اكسبلور. اذا كان انتصرتوا في سوسة راهي نتيجه يلزم تكون باش على الاقل يتشد شويه المسار بتاع النادي الافريقي اللي منذ سنوات كما قلت لكم النادي الافريقي 6 سنوات كاملين ما تحصلش على حتى تيتر، لا كوب لا بطوله. البطوله تو داخلين في العام العاشر، اخر بطوله عام 2015، تو 2024 معناها 10 سنوات بدون بطوله، 10 سنوات النادي الافريقي ولا كل 10 سنوات شوفوا يتحصل على بطوله. المره هذه ردوا بالكم راكم اذا كانكم ناويين تاكلوا بتاريخ النادي الافريقي. النادي الافريقي صحيح عندها جمهورها، ولكن بالرغم من اللي عندها جمهورها تبقى ديما ثم تعب وثم ثم جمهور متاسف، الجمهور ما يحسش بروحه عنده قاعده تقود في النادي الافريقي. لذلك الفوز ضد النجم الساحلي الوحيد قادر باش يرجع المورال نسبيا حتى تتصلح الامور. مشاركه في رابطه الابطال راكم شفتوه فريق الترجي ينجم يطلع الوين ويمشي كاس العالم للانديه مليارات، مشاركه في كاس السوبر الافريقي فيها فلوس، كان راهو دريمز الغالي في الدور نصف النهائي وقادر باش يترشح للنهائي، وراهو النادي الافريقي ينسحب على خاطر اخطاء ولا على خاطر ناس تتامل عليه ما يحبوش يترشح. ناس كيما حمد المدة بيقول لك نحب الترجي خليها في ايادي امينه وعندهم فلوس وخليها الترجي عندها فائض مش عندها سيوله، كي راهو احنا النادي الافريقي ما يحكيوش على الجلسه الانتخابيه، ما يحبوش يجدوا الموضوع بتاع القطريه، عده مواضيع ساكتين عليها، نخافوا على النادي الافريقي. ولكن عندنا مقابله ضد النجم الساحلي ان شاء الله نفوزوا بها، ولو اني ما عنديش ثقه في الملاعبيه. والسلام عليكم.